السلام عليكم، وياكم احمد في برنامج وش يقول. سؤال الحلقه اليوم: وش اكثر شيء وحشكم في فتره الكورونا؟ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. طلعات مجمعات وكذي، الحين ما نطلع مجمعات بس هني في الفريق وكذي، لا يعني ما نروح مجمعات الحين من الكورونا. قبل يعني كنت كل ليله تروح مجمع؟ مو كل ليله بس يعني واجد الحين ما نروح، بس برادات وكذي حق البيت اغراض وكذي. يعني بس المجمعات اللي وحشوك؟ اي مثلا المجمعات، طلعات وكذي بس. يعني قبل كله طلعات انت؟ ها لو زنت رفيقي كله طلعات. تعال هياك هيانا، وانا اي محل يعجبك على حسابك. بس دم ما عندك تاكل، عندك تغرى. زيارة الأهل، مقابر، ما أدري زي شيء. يعني الحين ما تزورون؟ لا. زين في ناس بعد يزورون الحين وغربلين. هذا لأن ما عندهم إحساس. يعني قبل كنت على طول تزور الأهل؟ إيه دائما. أهل وجمعة الأهل طبعا، والشباب في القهاوي والبساطات، هذه أكثر شيء اللي قعدنا الفجر صادتنا. يعني يبين عليك وصول يعني الخاف لله رب العالمين. هذا المرض بعد شو نسوي؟ هذا اللي وقفنا والله. أكثر شيء جمعة الشباب، مو أنا يعني، الشباب ويا بعضهم يعني مثل هذا يعني أكثر شيء. تبعت شباب؟ لا مو شباب يعني أتشيب. عموما يعني فيها إيجابيات فيها سلبيات، بعد لها حكمة يعني، وراها حكمة أكيد. كل شيء لها حكمة يعني ما تختلي. يعني يقولون الخير في باطن الشر، شفنا منه إيجابيات واجد، والشر إن شاء الله ينتهي. إن شاء الله إن شاء الله. ما تتوقع عن الخال إنه ينتهي؟ هذا إذا كان يعني بيد البشر ما تدري متى، وبيد الله بعد ما تعرف، ولكن كل شيء له نهاية، دوام الحال من المحال. ولا تنسون تضربون اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات وتنشرون المقطع في كل مكان. يعطيكم العافية. قعدت البيت أول شيء حساك في جد حاص، يومين نروح الصبيان ونقعد الحين كلش ما عندنا شيء. يعني قعدت الصبيان واجد وحشت. أنا بعد صراحة وحشتني واجد. الكل وحشهم، مو بس أنت، الكل. يعني شهر رمضان يعني إلى طعم خاص. إنزين فاشتقنا للمجالس القرآن، فهي افتقدناها يعني كلش. زيارة الأهل هم كذلك افتقدناها. الله يكون في العون. وايد أشياء على بالنا، بس أكثر شيء يعني قاعدة عيالنا ويانا، يعني التجول مثلا داخل الديرة أو حتى في الممشى صكوا عنا، ممشى الرياضة مثلا. بس أكثر شيء يعني رقم واحد يعني طبعا روحة الجامع، روحة الماتم، إيه لأن هذا متعودين عليه ليليا، يعني مثلا من عقب الصلاة، صلاة المغرب، الماتم على طول السنة. الصلاة في المسجد بعد. أي نعم، الصلاة في المسجد في الجامع، لأن الجامع قريب لنا، نروح ثلاث الفرائض نصلي جماعة، نطول بعد هناك في القاعدة. مرة واحدة قالوا خلاص ما ترجعون. يعني أكثر شيء الحدائق صراحة. الحين ما تحرق يعني؟ لا والله ما عندي طراد الحين، فترة الكورونا طلعناه خلاص ما نحدق. يعني الحين أزيت شيء دبلوعة. نعم. زين وش اسمه، ما في شيء غير يعني غير عن الحدائق يعني؟ اي كل واحد ميوله، بس انا صراحه يعني جمعت الاهل في رمضان هذه ازيد شفتقتها. يعني مشاهدينا الاعزاء، اكيد كل واحد فيكم طالعنا وهو مشتاق لشيء، اكتبوا لنا في الكومنتات مشتاقين لويش في هذه الفتره، فتره الكورونا. يلا. حلو بارد هذا كلها. الحين طبعا العائله، حتى سلام عليكم سلام على التليفون، هاي شوي وحشتنا، والقعده واللمه وحشتنا، والحين قاعدة في البيت قاعدين ومترابطين وما ورانا أي شيء غير الطبخ وغير القعدة ونوم والرياضة تمشي العصاري. يعني كلش جماعة الأهل. قبل كنت على طول تجتمع بالأهل؟ إيه على طول كل أسبوع، يعني خوات ما شاء الله كل أسبوع تروح لوحدة أو كل أسبوع مرة مرتين كذي. هذه انقطعت، هذه ما نروح ولا شيء الحين، بس بالتليفون وش أخباركم إن شاء الله بخير متباركين.
هذه شوي وحشة دي كبيرة، بس إن شاء الله في القلوب يعني ما تروح مكانهم. يقول لك ما في شيء يصير رب العالمين نسويه إلا في حكمة يعني سيد. إن شاء الله يعني هذه الفترة تعدي وكل شيء يرجع نفس ما كان، ترجع لأمور طبيعية. كل شيء هذا على الله، والله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الإنسان ابتلى أي شيء كن فيكون، لا أنا ولا أنت ما تقدر على هذا الشيء، رب العالمين هو اللي يقدر على هذا الشيء ويسير الأمور كلها رب العالمين، والحمد لله والشكر لله. لو لمت العائلة هذه خبن حرمنا منها خير شر، واللعب برا ويا الشباب انحرمنا منها، احنا ما مش الا بروحك تسوي رياضه وشوفت عيني هذه هو. يعني تلعب في الاتفاق لو بس كذي في الرمله او اول دخلت التدريب يعني مدرب الحين احنا موقف بعد. رجعوا علي الاخوان الاهل جماعه الشباب واللعب في النادي كامل. ناس يقول لك فجت عليهم روحت المجمعات. لا المجمعات لا، المساجد مآتم القرآن قاعدة القرآن بعد هاي كفاية في رمضان يعني. إن شاء الله متى تتوقع الخال؟ متى تتوقع؟ قريب إن شاء الله. يعني إن تخلص الكورونا. تخلص الكورونا إن شاء الله شهر 7 إن شاء الله. أزيد شي وحشني جمعة الأهل طبعاً، القاعدة يا البيت الأهل خيلان العمات، أزيد شي وحشني. يعني قبل كنت واجد وصول يعني. وصول يا الأهل أصدقاء أكيد، الحين يعني رياضة بيت شغل بيت رياضة. إذا استمر الوضع كذي خال وجلنا القيض، أنا اللي بيوحشني صراحة في القيض لبرج. أكيد هذه طبعاً البرج من الجمعة يا الأهل والأصدقاء، طبعاً طلعات يعني بشكل عام اللي بتوحشنا. أزيد شيء وحشني في فترة الكورونا لمة الأهل والمناسبات الدينية اللي هو في الجمعة المآتم والمساجد والأحياء، أي اللي وحشنا فترة الكورونا. يعني إن شاء الله تعودتون على الوضع ومتقبلين الوضع وهذا كله خير وصلاح لكم. هذا الكلام وكاي كله حكمة رب العالمين، إن شاء الله فترة وتعدي إن شاء الله. فتحت المواجع يا الخال. أكثر شيء الجمعة ويا الأهل، الجمعة ويا الحبايب ويا الجيران، يعني غير قبل هذه كلها افتقدناها. زين في ناس يقول لك افتقدنا روحة الحوا، وش تقول لهم يعني؟ والله أقول لك خان لا تدخلنا في السياسة، بس بالعكس يعني الواحد إذا يروح حوطة وعلى ما يقولون اسطبل يروح يقضي في وقته، وبأهم شيء هو مو قاعد يعصي رب العالمين، يقعد هناك حتى يجيب سالفة مثلا عن أهل البيت كم تسوى كانت في اسطبل أبوين. فهي على قولتهم بالعكس افتقدوها صدق، أنا افتقدتها بعد، كنت أقعد يا الشباب وإيش حلاوة هالقعدة، أهم شيء ما فيها غيبة ولا فيها نميمة ولا فيها الأمور. مزرعة لو حوطة ها؟ اسطبل وحوطة ومزرعة، كل فريق يسميها شيء. جمعة الأهل، الربع، التواصل يا بعض، قال 99% افترقنا. كله يعني الأهل كلهم مهما كان يعني مجمعات وحدايق يعني نستانس. الحين ما في. قول وش أزيد شيء وحشك غير الكورة في شهر في فترة الكورونا؟ فترة الكورونا المواتم والمساجد شيء أكيد ما يحتاج. جمعة الأهل يعني في لها بديل تقدر تقول مكالمات فيديو وغيره، سكايب مسوين خدمة أزيد. أخبار تدري عنهم وش يسوون؟ زنب يعني جمعة الأهل وأداك والوايش اسمه المساجد والمعاتم يعني الواحد في حسرة. والكورة بعد في لها بديل، في لها بديل سيكل الجري يعني حتى تلعب كورة اثنين مثلا في البيت بعد تقدر. يعطيك العافية. الله يعافيك. حياك الله. أزيد شيء طبعا ما في مساجد، طبعا قعدات الأهل، زيارة الأصدقاء، يعني هاي الأمور هذه. السفر عندك بعد شكلك كنت مقطع السفر الخاص. إيه سنويا لازم.